الركن الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان. ما لا مطيق لكم رمضان ما صدت نوم باغنا. الصيام ينقسم إلى قسمين فرض ونفل. نوم بدل عندك برتريكان نربند ما ينوم بأيتشيك ما ينوم. الفرض منه صيام شهر رمضان. نربند ما ينوم بالبرتران رمضان ينوم. لابد أن يصوم المسلم. والمسلم نوم بدل نربند ما. العاقل. بدي ما يرانيبي. البالغ الكبير للصغير. المستطيع خرج بهذا الغير المستطيع إما لمرض أو لكبر سن. هذا بقول كريم الله بركان در بندم كريم الله تا روجي غلوا أني أتم برايا ما يأرجلكو در بندم إلا إذا من سلاك. مستوطن لا مسافر. هذا بقول ناتل استلام مسكين من عارك لهم ياتر كان در بندم إلا. وألا تكون المرأة لديها حيض ونفاس. هذا بس تري عارنجل أعتبمو فصبحتمو إلا تولايك. يمسك عن جميع المفطرات من أذان الفجر إلى أذان المغرب. نوم بندم برجال فجرنا بانج مدل مغربنا بانج بره. نوم بمريضنا مريضنا كارين ولا نمبرتنا الكلام. نعم هذا الركن الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان والله أعلم. هذا إسلام من الكلام اللي نعلم التكلم. رمضان نوم بارد هذا نعلم التكلم.